واش لا فامي، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ملا تكونوا بخير وعلى خير. كي جاكم الفلوق نتاع الرياضه؟ اللي الفلوق ديال الرياضه، لا بغيت نقول الفلوق ديال البارح اللي كيتعلق بالرياضه. بعض المرات الكلمات متناسقه كتهرب من بلاصتها. المهم دابا انا في التيران، ولا نقولوا في النادي بالاحرى، في النادي في كنجري كما وعدتكم البارح. بغيت نوريكم بعض البلايص فين كنجريو، بعض البلايص فين كنديرو التدريب، بعض البلايص فين كناكلو العصا ديال بصح. دوك نخليكم تكتشفوا معايا هاد البلاصه هادي، وفي نفس الوقت نوريكم الناس كيفاش كيجريو، والناس كيفاش كيترينيو هنا، الاجواء كي دايره. خليكم معايا. شكرا لكم على التفاعل مع القناه. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش لي لايك. فوالا. دابا خوتي حنا هنايا في التيران ديال الكره كما كتشوفوا، وفي نفس الوقت فيه الناس اللي كيديروا داك الركبي، وفيه نادي ديال العاب القوى الاتليتيزم كما كتشوفوا. Thank you.
T'as quoi comme séance ce soir? 2 x 300, 8 x 500, 2 x 300. Deux fois 2 x 300, 8 x 500. 8 x 500 ouais. 2 x 300. Bon, bah, bon courage. Comme d'habitude, hein. Hein? Bravo, bravo. Le champion de Noisy-le-Grand. Ouais, c'est lui le champion. Non, c'est toi le champion, non, arrête. Non, non, non. Il y a quoi comme séance ce soir pour toi? C'est PPG. Ah, c'est cool. Tranquille ça. Ce soir. Bon, bah c'est ouais. Vous qui bossez. On récupère. Courage. Louis, c'est vraiment un grand champion. Il court vite, vite, trop vite. Qu'il gère ou bzzz. كيفاش تو دابا البلان كيدير التدريب كيفاش كيدوزو كيفاش كيمرو يعني كتبان لكم النايضه ديال بصح الحياه هذه هي الحياه بالنسبه لي انا هذا رايي الشخصي الناس فرحانه كلشي كيجري كلشي كيتهلا في راسو كلشي ناشط وبصراحه هادشي غير باش نحمسكم شويه وتاخذوا شويه ديال الوقت ديالكم باش تهلا في راسكم تو سامبلوم كما كتشوفوا هنايا ça va trop vite. Hey hey. Le retour comme d'hab. Bon. Imachtou, dabba ana kanrih ana kandir wahed chouya d'étirement. بالمناسبة بزاف ديال الخوت سولوني ندير شي فلوغ على قبل هذاك الشيء ديال الهجرة. دوك المواضيع اللي كتبغي كيبغيو بعض الناس ديال الهجرة كيفاش كيمشيو لأوروبا كيفاش هادشي. انا ماشي اختصاص ديالي في هذا الشيء ولكن ما فاتش شي مشكل نتقاسم معكم بعض المعلومات
عندي بزاف ديال المعلومات بحكم التجربة ديالي في أوروبا لمدة 28 سنة. ضروري تكون عندي تجربة في هذا الشيء إلا ما كنت ناعس في 28 عام. دونك ان شاء الله غادي نعطي الراي ديالي الشخصي وغادي كاين عندي فلوغ بعدا درتهم ديجا شحال هذه اللي عطيت فيهم الراي الشخصي ديالي، ولكن ان شاء الله غادي نجيكم بواحد الموضوع اللي غادي يفيد بعض الناس، وبالاخص اركز على الراي الشخصي والموقف ديالي في هذه القضيه هذه. دونك اصبر واحد شويه ما يكون خير ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم.